أول رسالة رسمية من الرئيس الإيراني إلى الملك سلمان. لن تصدق ماذا عرض روحاني عليه. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك لتتواصل بجديد الأخبار العاجلة والحصرية حول إيران والسعودية. وجهت إيران أول رسالة رسمية مكتوبة إلى السعودية والبحرين عبر الكويت، عرضت فيها مشروعا لتأمين الملاحة في مضيق هرمز وخطتها لتحقيق السلام مع جميع جيرانها في المنطقة. ونقلت الصحيفة الجريدة الكويتية عن مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران سلمت إلى مساعد وزير الخارجية الكويتي الرسالة الموقعة من الرئيس حسن روحاني إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بسبب عدم وجود علاقة رسمية، مؤكدا أن طهران لم ترد أن تسلمها عبر مكتب رعاية المصالح. وأوضح المصدر أن إيران تابعت الأمر عبر الوساطة الدبلوماسية ووجدت ردة فعل إيجابية من دول المنطقة في هذا المجال، خصوصا من ناحية تأمين الملاحة في مضيق هرمز وإحلال السلام بالمنطقة وحل حالة الخلافات مع الجيران. وأشار إلى أن هناك 4 مشاريع أخرى على الطاولة، أولها أمريكي وثانيها روسي والثالث أوروبي فضلا عن المشروع العربي، مؤكدا أن تلك المشاريع غير قابلة للتطبيق العملي على الأرض لأنها ترصد مصالح بعض الدول دون باقي المنطقة وفقا للصحيفة. واعتبر المصدر أن المشروع الإيراني يتضمن حل خلافات دول المنطقة عبر عقد مؤتمر قمة يحتمل أن يكون في الكويت، ثم يتم التعاون بين الدول الإقليم، مؤكدة أن لدى بعض الدول حساسية تجاه هذا المشروع على أساس أنه يتضمن عدم التعاون أي دولة في المنطقة أمنيا أو عسكريا مع أي دولة أخرى تشكل تهديدا لباقي دول المنطقة، لأن تلك الدول وفقا للمصدر مرتبطة بعلاقة جيدة مع الولايات المتحدة، وسيعني هذا المشروع تخليها عن علاقتها الأمنية والعسكرية معها. بالطبع فهذا مستبعد جدا، ولكن ممكن التفاوض على صيغة لتخطي هذا البند في المفاوضات المستقبلية إذا ما حصلت. وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2016 بعد أن اقتحم محتجون مقر السفارة السعودية في طهران وأضرموا ضرارا فيها، وجاء ذلك في أعقاب إعدام رجل الدين السعودي باقر النمر. وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة.